السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأسباني بداية من يوم الجمعة بإذن الله تعالى 25/8/2023 والقنوات الناقلة وبعض المعلقين. البداية الجمعة 25/8/2023 لاس بالماس هتلعب أمام ريال السوداد. طبعا الفيديو بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. لو عايز توقيت الامارات وسلطنة عمان مفضلك زود ساعة، يعني 10:30 مثلا مباراة ريال مدريد هكون 11:30 بتوقيت الامارات وسلطنة عمان. لو عايز توقيت ليبيا والسودان من فضلك قلل ساعة، يعني 10:30 هكون 9:30. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعتين، 10:30 هكون 8:30. ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل 3 ساعات، 10:30 هكون 7:30. متابعين الكرام، لاس بالماس هتلعب امام ريال السوداد الساعة 8:30 مساء توقيت مصر ومكة المكرمة. المباراة هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 4 الرابعة والمعلق احمد البلوشي. الرابعة غريبة. سيلتا فيجو هتلعب امام ريال مدريد متابعين الكرام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 3 التالت، بين سبورتس اتش دي 1 الاولى، والمعلق متألق حفيظ دراجي كذلك قناة لا اسف كذلك المباراة ميعادها الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. يوم السبت 26/8/2023 اول مباراة يوم السبت قادش امام الميريا الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العادية. ثم غرناطة هتواجه مايوركا الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العادية. في ختام يوم السبت اشبيلية هتواجه جيرونا الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس والجزيرة والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العادية. يوم الاحد 27/8/2023 فياريال هتلعب امام برشلونة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والساعة 4:30 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3:30 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية وبين سبورتس يعني 1 الأولى العادية بس، وأعتقد ممكن الأولى بريميوم كمان زي المباراة. ثم فالنسيا هتواجه أوساسونا الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. في ختام يوم الأحد أتلتيك بلباو هتواجه ريال بيتيس الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. يوم الاثنين 28/8/2023 ختافي هتواجه ديبورتيفو ألافيز الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. ثم ختام الجولة متابعينا الكرام وختام يوم الاثنين، رايو فايكانو هتواجه أتلتيكو مدريد الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. متابعينا الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. توقع نتيجة مباراة ريال مدريد امام سيلتا فيجو، الاهم مباراة فياريال امام برشلونة. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.